طيب طالما فتحنا مع كل حضراتكم هذا الملف عندنا خبر تاني برضو ليه علاقة بالعالم الافتراضي وتحديدا في دنيا كرة القدم، ولكن خلونا الأول نروح لزميلتنا العزيزة نورهان طمان الموجودة حاليا في مقر جريدة اليوم السابع عشان نتعرف من خلالها على أهم منشطات وصحف وعناوين كل الصحف والجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية الرياضية. نورهان صباح الفل عليكي، أخبارك إيه؟ صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز الأخبار الرياضية. تفضلي. من موقع اليوم السابع، الأهلي يغلق ملف إنبي ويبدأ الاستعداد لمباراة الإنتاج. من موقع اليوم السابع، قرر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده السويسري ريني فايلر غلق ملف مباراه انبي، واللي طبعا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي حقق الفوز عليها امبارح بهدفين دون رد، والاستعداد بشكل كامل لمباراه الانتاج اللي هي هتكون ان شاء الله يوم الجمعه المقبل. ومن موقع سوبر كوره، الاهلي يستدعي ازارو من المغرب لحسم ملف التجديد والبقاء. يعني لجنة التخطيط بكرة القدم في النادي الأهلي أقرت بعودة اللاعب المغربي وليد أزارو، واللي انتهت إعارته من فريق الاتفاق السعودي، لبحث إمكانية تواجده الفترة القادمة مع الفريق من عدمه وتحديد مصير اللاعب. ومن الأهرام الرياضي، الأهلي يستأنف تدريباته غدا دون راحة. يعني قرر السويسري ريني فايلر استئناف تدريبات الفريق النهاردة دون راحة، كما يعني ذكرت موقع الأهرام الرياضي، وده طبعا استعدادا لمباراة الانتاج زي ما قلنا ومحاولة في بطولة الدوري العام. ومن الوطن سبورت، الأهلي يخصص موظف لتطهير غرف خلع الملابس. قرر مسؤول النادي الأهلي توظيف أو تخصيص موظف لتطهير الغرف خلع الملابس للفريق وتعقيم كافة الإجراءات اللي بياخدها الفريق في الفترة القادمة، طبعا ده تخوفا من تفشي فيروس كورونا وحفاظا على سلامة وصحة اللاعبين. ومن موقع كورة، الفرحة تغمر أهلي جدة واحتفاء خاص بالسومة. حالة من السعادة داخل أرجاء يعني فريق أهلي جدة بعد الفوز امبارح على فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان طبعا النجم السوري عمر السومة هو اللي أحرز هدف الفوز لفريق الأهلي. تليجراف، برشلونة يحاول إغراء برناردو سيلفا لاستخدامه. دخل البرتغالي برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي دائرة اهتمامات مسؤولي إدارة فريق برشلونة لاستخدامه في ميركاتو الصيف الجاري، ده طبعا يعني نوع من أنواع تدعيم الفريق في الفترة القادمة، وخصوصا طبعا في خوض دوري أبطال أوروبا. ومعانا هنا من موقع جريدة اليوم السابع الناقد الرياضي أستاذ رامي عبد الحميد، الناقد الرياضي بالجريدة. ازيك يا رامي؟ صباح الخير، أهلا بحضرتك. صباح الخير عليك. النادي الأهلي امبارح حقق فوز يعني كبير، و يعني كان المباراة يعني مشيت بخط سير أعتقد كان مفرح جدا لجماهير النادي الأهلي، شايف المباراة ازاي امبارح؟ هو الأول صباح الخير للأستاذ كريم، وصباح الخير للأستاذة نهواند وكل السادة المشاهدين على قناة النادي الأهلي. اعتقد ان عودة المباريات في العموم بالنسبة للدوري الممتاز ده مكسب بالنسبة لمصر وبالنسبة للدوري المصري، مكسب للمنتخب، مكسب للأندية اللي بتستعد للبطولات الأفريقية، بصرف النظر عن الأداء اللي عليه الأندية الفترة اللي فاتت، سواء الأندية اللي مشاركة في أفريقيا أو اللي مشاركة في بطولات أخرى زي البطولة العربية. أعتقد إن المكسب بالنسبة للنادي الأهلي امبارح هو مكسب معنوي، مكسب إلى حد ما اطمن فيه على بعض اللاعبين، ويمكن عجبني جدا طبعا مستر فايلر لما اتكلم بعد المباراة عن حمدي فتحي، وهو يعتبر من اهم اللعيبه الخاصه بيه او الخاصه بالنادي الاهلي، وده واضح فعلا بعد ما نزل حمدي فتحي قدر يعمل نوع من اعاده الاتزان بالنسبه للنادي الاهلي وخط وسط النادي الاهلي. النادي الاهلي كان عنده ازمات او مشاكل في خلال الفتره اللي ما قبل كورونا، الى حد ما اعتقد ان هي بدات يتم معالجتها، بقى في عنده وفرة من البدائل، بقى عنده في نوع من الأدوات اللي موجودة على مستوى اللاعبين. مش عايزين الناس تتخض من الأداء امبارح أو جمهور النادي الأهلي يعني يتخض،
لان دي اول مباراه رسميه بالنسبه للفريق بعد فتره كبيره جدا، تقريبا اكتر من 4 شهور. لازم الناس تصبر شويه، ولازم الناس تشوف الايجابيات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت. في عند مستر فايلر او النادي الاهلي لعيب زي ايمن اشرف هيغيب، فبالتالي عنده ممكن بديل اخر ممكن يستعين بيه في الفتره اللي جايه زي يعني رامي ربيع او سعد سمير او ياسر ابراهيم. كل دي امور اعتقد ان ممكن النادي الاهلي يستفيد بيها. الاداء ممكن ما كانش على المستوى الناس شايفاه، لكن المكسب الحقيقي انا شايف انه مكسب معنوي، المكسب لحد ما متميز بالنسبه ل 3 نقط بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي هدفه الرئيسي اعتقد مش حاليا الدوري الممتاز او مباراه الدوري الممتاز، هدفه الرئيسي استعداد قوي جدا لمباراه الوداد، يمكن هي دي الهدف الاسمى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، بطوله افريقيا. يعني لازم نصبر شويه ولازم نقيم الوضع بشكل كويس. وعجبني كمان زي ما حضرتك اتكلمتي في الاخبار موضوع الاجراءات الاحترازيه عشان خاطر نحافظ فيها على لعبتنا وعلى اعضاء المنظومه، ده اعتقد يعني شيء ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي. شكرا ليك جدا يا رامي، ودي كانت يعني ابرز اخبارنا من مقر جريده اليوم السابع، وطبعا يعني حوارنا مع الناقد الرياضي استاذ رامي عبد الحميد. شكرا ليك جدا يا كريم، شكرا ليك يا نهاوند، يا نهاوند عوده الى الاستوديو. شكرا ليك انت. لا ايوه احنا اللي بنشكرك يا نورهان، وبصراحه خليني برضو اقول شهاده لان انا وكريم واحنا كل يوم بنتفرج على مراسلنا مراسلين قناه الاهلي، بصراحه احنا عندنا من يعني انا اقدر اقول افضل مراسلين بجد، ما شاء الله عليكم كلكم، ناس محترفة، ناس عارفة بتقول ايه، مجهزين يعني. صحيح. انا مبهورة بصراحة بهذا الاداء، برافو عليك يا نورهان، نشكرك مرة تانية. طيب.